أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على الأهمية التي تكتسيها البحوث والدراسات المتعلقة بالقضايا الدولية بشكل عام وقضايا الأمن والسلم في المنطقة بشكل خاص وما يبنى عليها من منتديات وملتقيات دولية في تقريب لغة التواصل الحضاري والفكري والثقافي بين مختلف الشعوب بما يرقى بالأهداف الاستراتيجية للمنتديات وإسهامها في تعزيز أسس التنمية والازدهار. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية الفريق توماس بيكيت المدير التنفيذي الجديد للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، حيث هنأه سموه على تعيينه مديرا تنفيذيا للمعهد منوها بما يتمتع به من خبرة واسعة، متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد. وأشاد سموه بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وما أثمر عنه من نجاحات متواصلة في الإعداد والتنظيم لمنتدى حوار المنامة الذي حقق مكانة بارزة على المستويين الإقليمي والدولي عبر ما يطرحه من قضايا أمنية وسياسية واقتصادية حول المنطقة والشرق الأوسط وبما يحظى به من مشاركة دولية واسعة. من جانبه أعرب المدير التنفيذي الجديد للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط عن شكره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز التعاون بين مملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وما يلقاه منتدى حوار المنامة من دعم متواصل من سموه.